لقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات. رحبت مصر بتوصل مؤتمر المناخ المنعقد في دبي إلى توافق حول عدد من القرارات التاريخية، مشيدة بنجاح دولة الإمارات العربية الشقيقة في تنظيم الدورة 28 لدول أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP28. أشادت مصر بقيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة للمفاوضات التي أفضت إلى التوصل إلى توافق الإمارات لدفع الجهد الدولي للتعامل مع أبرز قضايا العمل المناخي وحشد الدعم المطلوب لتنفيذها. أكدت مصر أن نجاح الإمارات في ذلك يعد إنجازا جديدا يضاف إلى قائمة الإنجازات العربية على هذا الصعيد، لا سيما بعد النجاح الذي تم تحقيقه العام الماضي في شرم الشيخ في مؤتمر COP27. تبنت دول العالم اليوم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز، وهي المواد التي تعد مسؤولة عن الاحترار المناخي. وقد تم إقرار النص المنبثق عن مفاوضات مطولة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 بدبي، وذلك بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين حوالي 200 دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر. يدعو الاتفاق إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة منظمة ومنصفة، وذلك من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ولاعتماد الاتفاق بتعيين أن يحظى بموافقة جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إذ كان يمكن لاعتراض بلد واحد أن يحول دون ذلك. للمزيد معنا عبر الهاتف دكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة. أهلا بك معنا دكتور. نحن أمام اتفاق تاريخي يدعو إلى التحول تدريجيا عن الوقود الإحفوري بما يشمل ذلك الفحم، النفط والغاز. أهمية هذا القرار وتأثيره. طبعا احنا اهلا بيكو، اهلا بالساده المشاهدين. طبعا احنا في غايه سعاده من الاتفاق اللي حصل، وانا بعتبره اقوى من اتفاق باريس بكتير. ليه؟ لان كل الدول اتفقت على ان احنا نستغنى عن الوقود الاحفوري بالكامل، اللي هو مصطلح بيستخدم ان هو فيز اوت نوت فيز ليس، بحلول 2050، وبالتالي وكل الدول وافقت عليه. فده اتفاق تاريخي 100%، وان شاء الله نستمر عليه وما يحصلش فيه رجوع تاني او تبوة زي ما حصل في اتفاق باريس.
هل معنى ذلك أن يمكن أن تعود بعض الدول عن قرارها بالموافقة على هذا القرار المنبثق عن كوب 28 في دبي ووصف بالقرار التاريخي بعد الاتفاق عليه كما ذكرت دكتور؟ لا إن شاء الله ما يحدث بقى رجوع فيه، وهو ده اللي احنا هنساعد يعني أقصد هل هو ملزم للدول؟ إن شاء الله هو هيبقى ملزم زي اتفاق باريس اللي حدث فيه رجوع لبعض الدول. والاتفاق ده في بندين مهمين جدا أحب أقول للساده المشاهدين عليهم. فضل. أول حاجة مساعدة الدول النامية للتأقلم مع الاحتباس الحراري، وده معناه ضخ أموال كتيرة في صندوق الأضرار والخسائر، واللي أنشئ في كوب 27 بالضغط المصري، فهي خطوات بتكمل بعض لأننا كلنا في كوكب واحد، وطبعا الإمارات دولة شقيقة وإن شاء الله هيبقى في مساعدات كبيرة في هذا المجال. طيب. تاني حاجة هو اتفاق هو تم الاتفاق على مصطلح اسمه 30-30، وهو معناه تخطيط الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2030. فدي خطوة تانية على الطريق للوصول للنت زيرو. نعم. طيب في مسألة ضخ الأموال، لطالما تعهدت دول كبرى بضخ أموال للدول النامية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي، لكن هذا لم يحدث. كيف استشعرت صدقا ونية حسنة في هذا المؤتمر كوب 28 في دبي؟ هناك حماس للاتفاق وحماس للتنفيذ على أرض الواقع فيما يتعلق بالأموال وضخ الأموال. هو أول حاجة أن كل الدول وافقت ووقعت على هذا الاتفاق، وده ما حدثش قبل كده منذ 2015. فده أول شيء مبشر في الموضوع. تاني حاجة أنه إن شاء الله إحنا يعني قرروا في هذا الاتفاق إنه الحروب لا تؤثر على ما اتفقنا عليه بالنسبة للكوكب، لأنه إحنا طبعا بنحاول نسيطر على الحروب الحادثة حاليا وعلى رأسها حرب روسيا وأوكرانيا وغزة طبعا واللي حصل فيها، فده طبعا هيبقى نحاول بقدر الإمكان حصر اقتصاده بعيد عن هذا الاتفاق التاريخي، بحيث انه في المستقبل نمشي على خطى ثابته لكوكب واحد كلنا عايشين فيه، لازم نعيش فيه في بيئه نظيفه وتنميه مستدامه. نعم. ماذا عن القرارات الأخرى؟ ماذا عن يعني النتائج والمخرجات الأخرى يعني بعيدا عن هذا القرار التاريخي للتحول التدريجي عن الوقود الأحفوري؟ ما قرارات مهمة أيضا في أروقة كوب 28 دكتور وفيق تذكرها لنا؟ طبعا الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنا لسه سكاي نيوز مكلماني دلوقتي وجريدة إرم الإماراتية، هم ناويين إن هم يساعدوا في الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها طبعا مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. النهاردة مصر عندها واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، الإمارات بقت رابع دولة على مستوى العالم في المحطات الطاقة الشمسية، فبالتالي هيبقى في تكامل ومساعدة في جميع أنحاء العالم على الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول عظيم. لهذا نعم. الاتفاق التالي. أنتم كبرلمان عالمي للبيئة بنسبة كم راضين عن مخرجات هذا المؤتمر؟ سريعا دكتور. لا أنا شايف إن هو اتفاق تاريخي بمعنى الكلمة. نعم. أحسن من اتفاق باريس، فإحنا في نتائج مبشرة إن شاء الله ونأمل في مستقبل أحسن. شكرا جزيلا دكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.
بعد ماراثون طويل من المفاوضات تبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز وهي المواد التي تعد مسؤولة عن الاحترار المناخي. النص المنبثق عن مفاوضات مطولة واصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد في دبي تم إقراره بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين حوالي 200 دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر. إنه قرار تاريخي لتسريع العمل المناخي، يجب أن نكون فخورين بهذا الإنجاز التاريخي، والإمارات العربية المتحدة بلدي فخورة بالدور الذي أدته للتوصل إلى الاتفاق. من جانبه شدد المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري على أن اتفاق دبي يدعو إلى التفاؤل في عالم يعاني من النزاعات. يجب على الجميع هنا أن يكونوا سعداء لأنه في عالم مليء بالنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وجميع التحديات الأخرى لكوكب ينهار، فإن هذه هي اللحظة التي اجتمعت فيها التعددية بالفعل وأخذ البشر في الاهتمامات الفردية وحاولوا تعريفها إلى الصالح العام. تزامنا مع ذلك اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، ويتضمن الاتفاق كذلك الدعوة إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة وتيرة تحسين كفاءة الطاقة 2 بحلول عام 2030 وتسريع التكنولوجيات ذات انبعاثات صفر كربون أو المنخفضة الكربون بما في ذلك الطاقة النووية والهيدروجين المنخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وهي ما زالت غير ناضجة ولكن تحبذها البلدان الغنية بالنفط حتى تتمكن من الاستمرار في إنتاجه. استقبل جناح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة COP28 بمؤتمر COP28 عشرات الزيارات من